تموز من عام 1963، وعندما حاول الضابط السوري جاسم علوان القيام بانقلاب عسكري بهدف إعادة الوحدة بين مصر وسوريا، قامت اللجنة العسكرية التي أوصلت حزب البعث لحكم سوريا بدس الضابط العلوي محمد نبهان ضمن فريق جاسم علوان ليسرب كل تحركات المجموعة. وبعد أن تم سحق المحاولة التي كان مسرحها ساحة الأمويين والقبض على جاسم علوان ورفاقه، أصدر ما يسمى مجلس قيادة الثورة قرارات إعدام بحق علوان وأركان المحاولة الإنقلابية، استثنوا منها عميلهم محمد نبهان. لكن رئيس المجلس الفريق لؤي الأتاسي الذي كان من أشد المتحمسين للوحدة وزار مصر مرات عدة بعد وصول حزب البعث للسلطة، اعتبر أن قرارات الإعدام هذه تناقض مبادئ البعث الذي قام ضد حكم الانفصال الرجعي الأسود، ورفض توقيع قرارات الإعدام بحق الناصريين مقدما استقالته من رئاسة الجمهورية في 27 من تموز يوليو عام 1963، ورافضا أن يتم استخدامه واجهة في عمليات التصفية التي قادها صلاح جديد ومحمد عمران. ولد لؤي بن أحمد سامي الأتاسي في حمص عام 1924، وتخرج من كليتها الحربية عام 1948، وفور تخرجه شارك مع جيش الإنقاذ في حرب فلسطين عام 1948 كقائد فصيل، وعاد منها بإصبع مقطوع جراء إصابته في إحدى المعارك. في مطلع الخمسينيات عين مرافقا عسكريا لابن عم والده الرئيس هاشم الأتاسي، وعندما حدث تمرد ضد الرئيس أديب الشيشكلي عام 1954، كان لؤي الأتاسي قائدا للشرطة العسكرية في حلب، وشارك في التمرد الذي أجبر الشيشكلي على تقديم استقالته للشعب ومغادرة البلاد. حين قامت الوحدة بين مصر وسوريا كان لؤي الأتاسي ملحقا عسكريا في السفارة السورية في مصر، ثم غدا مسؤولا في إحدى الوحدات العسكرية بالإسكندرية، ثم عين ملحقا عسكريا مساعدا في سفارة الجمهورية العربية المتحدة بموسكو، إلى أن عاد إلى سوريا في تشرين الأول أكتوبر من عام 1961 بعد أيام من وقوع الانفصال، حيث عين ملحقا عسكريا في السفارة السورية بواشنطن لاحقا. حين وقع انقلاب البعث في 8 آذار مارس عام 1963، كان العميد لؤي الأتاسي من أشد المؤيدين للانقلاب، وسرعان ما غدا أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة 9، وتمت ترقيته من رتبة عميد إلى فريق وتعيينه رئيسا للمجلس وقائدا عاما للجيش والقوات المسلحة، فكان بذلك أول رئيس للدولة بعد انقلاب البعث. بعد أيام من ممارسة مهامه كرئيس للجمهورية، استقل لؤي الأتاسي طائرته الرئاسية بصحبة مؤسسي حزب البعث ميشيل عفلق وصلاح الدين البيطار، متوجها إلى مصر للقاء الرئيس جمال عبد الناصر وبحث مسألة إعادة الوحدة. وفي الوقت الذي كان فيه لؤي الأتاسي منتشيا بلقاءاته بالمسؤولين المصريين والتقاط الصور مع عبد الناصر، ومرتاحا لانضمام وفد عراقي لبحث إمكانية توقيع وحدة ثلاثية لم ترى النور، كان الضباط العلويون في دمشق مشغولين بالتأسيس لحكم طائفي عميق، كان يرى في الحديث عن الوحدة مجرد شعار لتسويق مشروعية الحكم الجديد. إلا أن إصدار أحكام إعدام بحق العقيد جاسم علوان ورفاقه أظهر مدى التناقض الذي وقع فيه البعث باكرا، فقرر لؤي الأتاسي تقديم استقالته. وهنا لجأ الضباط العلويون إلى وزير الداخلية اللواء أمين الحافظ الذي اختير واجهة سنية بديلة، وعين رئيسا للجمهورية وقائدا عاما للجيش في 27 من تموز يوليو عام 1963. اعتزل لؤي الأتاسي العمل السياسي حتى وفاته في 11 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2003، حيث رحل عن 77 عاما، وسمح نظام الأسد بخروج جنازة رسمية له في مدينته حمص، شارك فيها محافظ المدينة وغسان اللحام وزير الدولة للشؤون الرئاسية. فكان اعتزاله السياسة في عهد البعث الذي استبشر بوصوله للسلطة وخلال حكم الأسد الأب ثم الابن، خير تعبير عن طبيعة الأجواء التي عاشها السوريون في تلك المرحلة.